الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. صنف البنك الدولي العراق أكثر دولة تتمتع برأس مال غير متجدد متمثلا بالنفط. وقال البنك إن العراق يتمتع بأعلى حصة من أصول رأس المال الطبيعي غير المتجددة مثل النفط والمعادن والوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن البلدان التي تستنفد مواردها لصالح مكاسب قصيرة الأجل تضع اقتصاداتها على مسار غير مستدام للتنمية. يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بسبب ملفات الفساد وسرقة المال العام وسوء إدارة الدولة منذ عام 2003 ولغاية الآن. شهدت مدينة الموصل أزمة جديدة وصفها البعض بالمفتعلة في وقود السيارات، في الوقت الذي أعلنت الحكومة المحلية الأسبوع الماضي عن زيادة حصة النفط والبنزين لمحافظة نينوى. وتفاقمت أزمة البنزين في مدينة الموصل منذ فترة بعدما تم تقليص حصة محافظة نينوى من إمدادات الوقود وقيام البعض ببيع البنزين في السوق السوداء. ويقول أصحاب محطات التعبئة إن أزمة وقود البنزين في الموصل ما زالت مستمرة وتأخذ منحا تصاعديا، إذ يشكو المواطنون من امتداد طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود لمسافات طويلة رغم العمل بنظام الفردي والزوجي. حذرت السلطات في محافظة سليمانية من انتشار العملات المزورة في المحافظة بعد إلقائها القبض على متهم بحوزته 180 مليون دينار مزورة قبل أن يقوم بتصريفها في الأسواق. وقالت مديرية أسايش السليمانية في بيان لها إن المتهم المحتجز من مواليد 1989 ومهنته كاسب كان بحوزته 180 مليون دينار مزورة. وأكد البيان أن المبلغ المزور كان عبارة فئات 25 ألف دينار و50 ألف دينار مزورة جاء بها من الخارج إلى السليمانية بهدف تصريفه في الأسواق المحلية. أعلن وزير النفط أحسان عبد الجبار عزم الحكومة في العراق توقيع عقود مع السعودية قبيل انتهاء فترتها الحالية. وأعلن عبد الجبار أن الحكومة تتفاوض مع شركة أرامكو لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز في الحقول الجديدة في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات تشمل قطاعات الغاز والطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية. هذا وما زالت بيئة العراق تعتبر طاردة للاستثمار بسبب الإتاوات التي تفرضها الميليشيات على الشركات. يترقب المصريون موجة غلاء حادة بعد قرار الحكومة زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تصل إلى 28%. وقالت الشركات المصرية الكبرى إن الزيادة ستؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج بمقدار 30 إلى 50%، بينما استبعد شركات أخرى أي تأثير على كلفة الإنتاج بسبب استخدامها الفحم كوقود حالياً. ومن المتوقع ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء والأسمدة بسبب استخدامها الغاز بشكل رئيس في الإنتاج. تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت الصين إنها أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لتعزيز المعروض، في حين قام المستثمرون بتسوية مراكزهم قبيل اجتماع أوبك بلس في الرابع من هذا الشهر. وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطات الاستراتيجية إن الصين أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برينت 20 سنتا أو 0.2% إلى 83 دولارا و52 سنتا للبرميل بعد أن ارتفعت 6 سنتات يوم الجمعة. إلى اللقاء.